من اللجوء الجو. لكن الحكايه دي بدت في اول القرن اللي هي سنه 1811 1810 سنه 1821 الجماعه ديل جو للسودان كمان بشكل غزاة، وده السبب اللي خلى طبعا قبائل الشايقيه يعني وعلى راسهم هيرا قاوموا الحكايه دي كورتي الشهيره في معركه كورتي، ودور مهيرة وصفية بتصبر فدي أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده كمؤثرات جات في لو سمحت لي بمداخلة صغيرونة، يعني في كتاب نعوم شقير تاريخ وجغرافية السودان بيتحدث عن نضالات مريرة ومجيدة في ذات الوقت لقبيلة الشايقية، وإنه كان بيقطعوا لهم اذنينهم ويدخلوهم في مغارات معينة ويفجروا هذه المغارات وما إلى ذلك. الحكاية دي كلها نمشي من العام ده كله للخاص لأمال عباس الصبية في ذلك الوقت، البذور الأولى للصحافة، البذور الأولى للتحرر وللانعتاق من القيود. دي كلها بالنسبة لنا احنا يعني جيلنا احنا ما عايشة، لكن أنا بخطها خلفية تاريخية للواقع ده هو القاد لانتصار الثورة المهدية. يعني قسوة الاستعمار التركي أو قسوة الاستعمار بتاع الدولة بتاعت الدولة العثمانية وهدفهم المركزين عليه انه السودان ده عباره عن ثروات وعباره عن ناس يستغلون، خلاهم يكونوا غصاة في موضوع الضرائب، ودي في تراث غنائي وتراث بتاع امثال كثيره جدا لقسوه النظام التركي في الجبايه وكده. عشان كده الثوره المهديه هي ثوره اجتماعيه ذات ملامح تقدميه، لانها هي استهدفت المصالح الفقراء والمساكين والمضطهدين والمقهورين، وده السبب اللي خلى يعني انا دائما ميال لانه الامام المهدي في رايي انا الامام المهدي عنده فهم متجدد جدا للدين الاسلامي. هي اكبر اصلا ثوره تحرريه في ثوره تحرريه بالضبط، وبعدين الثوره هي يعني نظرت للواقع الاجتماعي وفعلا في الشعارات، يعني المهدية كانت متقدمة جدا في فهمها للشعارات، يعني مثلا في حكاية القطاع العام، يعني مثلا يعني المهدي في منشوراته يعني هو أمم المشارع، يعني المورة زي ما كانت المشرع اللي هي الميناء، فأمم المواني لصالح العام لصالح القطاع العام. وده كله تأثيرات الحاجة دي وحكاياها عليك يعني دي كلها بالنسبة لي أنا الحقيقة برضو محظوظة، يعني لأنه من نوع يعني من شبينا يعني يهو على الآثار دي وسمعناها حكاية. يعني أنا تاريخ المهدية وتاريخ معركة الاستقلال الأولى، معركة في يوم 26 يناير 1885 دي يمكن اقول انا استمعت لها من حبوبتي ام ابوي بجانب ما ايجابي، لانه انا طبعا حبوبتي وام ابوي هي ابوها مصري وامها تركيه، وابوها ذاته كان كاتب الحقانيه في نظام محمد علي باشا، وهي بتحكي لنا انها هي يوم 26 عندها اخوانها سبعه اخوانها ماتوا يوم فتح أو يوم الاستغلال، يعني يوم فتح الخرطوم أو يوم استرداد السودان. فنحن يعني ده التاريخ اللي استغلناه في الحكاية. لو سمحت لي يعني المدوى الجزري ده ما بين الأصول السودانية الخالصة والمصرية والتركية وناس مع الختمية من أهلك وناس مع الأنصار وناس عندهم مظالم ضد الأنصار، وحبوبة تحكي لك بإيجابية وحبوبة تحكي لك بسلبية، الحاجة دي كلها أثر في المدوى الجزري في خلق أمال عباس. مش أمال براها، ده واقع جيلنا، وانا بفتكر ده فيه حيويه. يعني احنا من الجيل بتاعنا ده، قلت لك جيل الاربعينات وجيل الخمسينات ده، مين فتح على التعود على استماع الراي الاخر، استماع وجهه النظر الاخرى. يعني انا بجاي من اهل امي مثلا، اهل امي ابو امي مباشره رجل سماني ومع الناس شيء غريب الله، وابوي ايضا سماني وانا شيوعيه مع ان غريب الله، وانا ذولا من فتحت كده يساريه. دي واحده. الحاجه الثانيه، امي عندها عمها طوالي، عمها اخو ابوها، ده
قاعد في قبة المهدي إلى أن توفى حارس القبة واشترك في كل المعارك بتاعة الأنصار. وأمه يعني شوفي شوفي الخلطة دي يا عفراء ما حاجة سهلة. أمه اللي هي أم جدي لأنه هو ما شقي جداب أمي هو أخوه من أبوه. أمه لما المهدي جاي من الأبيض جاي على الخرطوم جاي بالنيل الأبيض أمه دي كانت يعني عادين عليها لود عمها لكن شالت الشعر حقة الثورة ودخلت مع دخلت مع 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 الجيش بتاع المهدية لحد ما جات أم درمان لحد ما جات الخرطوم وفتح الخرطوم جات أم درمان وبعد ذاك اتزوجت جدنا اللي هو برضو كان جندي في المهدية. إذا التناقضات دي كلها هي اللي أسهمت في خلق الراية الديمقراطي ومحبة الاستقلال بالضبط في السودان والابتعاد عن وبعدين السلام الاجتماعي يعني شوف الناس دي مع المشارب المختلفة دي في قدر من السلام الاجتماعي كبير جدا ومعارك يعني نحن لما كنا في الكتاب أيوة يعني في المدرسة السودانيين طبعا كانوا بعبروا بصوت مرتفع وكانت العملية بتاعت الأنصار والختمية دي كانت طبعا في غمتها ومتحولة لأمثال ومتحولة لأغاني يعني تلقيها يعني أنت تكوني قاعدة في البيت تجي سيرة ماشية من أغاني السيرة بتعرف الأسرة دي ختمية. الأنصار أصلا ما بغنوا يعني الأنصار دائما الجانب الاجتماعي يعني الجانب الاجتماعي البذخ بتاع مظاهر الفرح ومظاهر الحزن في المهدية معقولة يعني أعراس هادئة مآتم أيضا هادئة لكن الخدمية ما بيمشوا يزوروا الضرايع يعني طوالي انت مثل ما انت تسمعي الشعب يطول عمر سيدي والجدلين بين سيدي يعني دي كلها أنا بفتكرة دي لعبة دور تدي ميزات معينة لذاك الجيل. طيب يا أستاذ أمال نحن نجي من الجيل الأول أو المشارب الأولى المختلفة الكون شخصيتك لأمال عباس الصحفية التي دلفت إلى الصحافة عن طريق باب القراء وسعاد إبراهيم أحمد والكتابة في صوت المرأة. هي أنا الحقيقة من يعني من أنا من دخلت طبعا الكتاب مدرسة سيد عبد الرحمن في ود نباوي طبعا انا مولوده في ود نباوي يعني انا ميلادي في ود نباوي وانا يعني انا بفتكر ود نباوي دي ذاتها حي نموذج للتمازج الاجتماعي والتصالح الاجتماعي وبعدين لانه هسه انت في ود نباوي يعني عندهم علاقات مع بعض عجيبه يعني انا لحد اساسا اتولدت في ود نباوي وابوي طبعا راجل موظف وبنتنقل لكن لحد هسه انا بلاقوني يعني مثلا نسوان كبار في حتات معينه طوالي يتذكروني انهم شالوني ومسكوني طبعا التلاحم الاجتماعي ده كان حاجه كبيره جدا جدا فانا مشي من ما قريت سنه اولى بس في مدرسه السيد عبد الرحمن في ود نباوي بعد ذاك مشيت الدويم يعني مشيت الدوين برضه الدوين دي بالنسبة لي أنا محطة ما سهلة يعني الأول حاجة يعني طبعا أبونا موظف مشينا الدوين فالدوين دي ذاتها يعني مدينة 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 بتاعت استنارة يعني طبعاً مدينة بتاعت طبعاً استنارة طبعاً ممكن أتحدث عن المدن والأحياء ممكن في أسئلة تانية لكن طوالي يعني إنك ولدت عالم الصحافة عن طريق القراء والكتابة في صوت المرأة ودور الأستاذة سعاد إبراهيم هو قبل يعني دي يعني أنا طبعا صوت المرأة جيتها يعني بعد ما أنا من جيت المدرسة الأسطى أنا من المدرسة الأسطى كان عندي من رابعة كتاب الحقيقة كان عندي اهتمام كده إنه أنا أخاطب الناس اللي معاي دي يعني أتذكر ناظرتنا في الديوان اسمها في الزينب أنا بجي يوم السبت شايلة لي ورقتين من النص حق الكراس بكون كاتبه فيهم اخبار يعني اخبار طبعا بلغه يعني لغه الكتاب يعني ومش كده وبعدين يعني بحاول دائما يعني اختبس يعني كان لقيت لي عباره وبعدين بالمناسبه دي الجيل ده احنا لما كنا في رابعه كتاب كنا بنقرا بصوره طلقه جدا كنا بنقرا مجله الصبيان وبنحفظ عن مكتبه صم وبنحفظ محمود يريد ان يعرف صم وبحاول انا مثلا كان لقيت لي
في باب محمود يريد أن يعرف حاجة كده واستوقفتني بقوم بنقولها في الورقة دي فبعلقها وين؟ بعلقها قدام الفصل. الحقيقة أنا لقيت اهتمام مبكر المسألة دي استوقفت في زينب فكانت يعني بتشيد بي وبيعني بتقول لي كويس وبعدين خلاص يعني جمعت حولي الطالبات التلميذات يعني وخلاص بقيت أعرف بنات سنة أنا يعني أنا بقيت أعرف بنات سنة أولى يعني أنا في سنة رابعة بقيت أعرف بنات سنة أولى ويجوني وتكلموا معاي وكده لحد أنا لما جيت الوسطى هو خلاص هناك عرفته صوت المرأة أنا قريت الوسطى في الأحفاد ففي الوسطى أنا طوالي لقيت معلماتي منه لقيت معلمتي فاطمة أحمد سرية ومبابي ومحاسن عبد العال فديل كانوا في حين هم رائدة الحركة النسائية يعني وأسماء حنتحدث عنهم لاحقا لكن ظروفك مباشرة لعالم الصحافة عن طريق باب القراء لا يعني لا طوالي كنت بكتب مقالات اجتماعية لمجلة صوت المرأة بعد ما خلاص مشيت في الوسطى لقدام او في سنة ثالثة رابعة بديت كمان اودي مقالات لجرائد اليومية يعني اذكر من الاشياء اللي اثرت علي جدا انا حقيقة انا لقيت انا عندي اهتمامات خاصة بالشعر فلقيت في المكتبة بتاعت المدرسة رباعيات الخيام من ترجمة أحمد رامي أنا قعدت أقرأ في الرباعيات دي أخذتني معانيها الاجتماعية والمعانيها الفلسفية وقمت طوالي مسكت القلم وقمت كتبت آراء يعني كتبت انطباعي ده وخطيته في ظرف ورسلته لصحيفة الأيام الصفحة الثقافية الصفحة الثقافية دي كان مسؤول منها عبد المجيد حاجة الأمين الله يرحمه فطبعا بس وديتها وما في بالي تتنشر لكن مثلا شعرت بانه انا كان عندي عب وانا كنت بحس كده يعني انا الحاجه اللي بتجي في ذهني بحسبها كمخاض يعني كده يعني بحسبها انها حاجه لازم تصل لنهايه يعني فقعدت استنيت الاسبوع الثاني وانا بشتري صحيفه الايام طوالي بس بعد الأسبوع الثاني قمت لقيت تعليق يعني تعليق من 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 المحرر بتاع الصفحة كاتب فيها إنه وصلتني يعني مقالة أو تحليل من التلميذ طبعا الوقت ذاك أمل عباس و يعني انصحها يعني انصحها إنه ده مجهودة حيكون عندها مستقبل في المجال ده باهر أنا طبعاً الحكاية دي زعلتني وردتني يعني فرحتها وزعلتها فرحتها لأنه أنا بينه وبين نفسي عارفة إنه ده مجهودي براي وفرحتها بإنه هي استوقفته فدي بقت بالنسبة لي أنا خلاص بقت سبب علاقة يعني مع أستاذ عبد المجيد لحد ما توفاه الله ربنا يرحمه بعد ذاك الحكاية دي خلاص يعني سلكت يعني كراعي زي ما بقوله في المجال ده يعني أستاذة فاطمة ما معلمتنا في فقمت كتبت قلت لها أنا دايرة أكتب مذكرات طالبة يعني شوفي هي قالت لي كديت أمشي أكتبها وجيبيها والغريبة هي كانت بتدرسنا الرياضيات وأنا طبعا هي مع أستاذة فاطمة دي أستاذة فاطمة أحمد إبراهيم فاطمة أحمد إبراهيم نتحدث عنها في محطة لاحقة شفتها فأنا يعني ما كنت شاطره في الرياضيات ما كنت شاطره ما احيي شديد في الرياضيات فقمت كتبت الحلقه الاولى الحلقه بديت من وين بديت من يوم ساقوني ودوني من يوم امي ساقتني ودتني المدرسه تسجلني وقلت في الوقت ذاك انطباعاتي وان كانت هي انطباعاتي مع فطيره لكن المهم سجلت ما احسسته تماما وانطباعاتي فقامت طوال وكنت وديت عليها المجلة كانت شهرية لما وديت عليها قلت لي قريتها قلت لي كويس خلاص هننشرها لي فأنا جيت تاني في سنة 2005 سعدتها لما لقيت بروفيسور عبد الله علي إبراهيم هو بيراجع في
في مجلات صوت المرأة بمناسبة مرور 50 عام على إصدار. طبعا صوت المرأة صدرت في أغسطس.